يسعد صباحك سلمى، يسعد صباحك سمر. نحن متواجدين معكم من اوتوستراد المزه وتحديدا من مدينه الجلاء الرياضيه لنقول لكم فعاليات ماراثون اليوم السلام المروريه لراكبي الدراجه الهوائيه. هذا الماراثون اليوم يلي عم يكون تشجيعا لثقافه ركوب الدراجه الهوائيه وليضوي يمكن على المضايقات اللي عم يتعرضوا الى راكبي الدراجه. هذا المسير رح يكون بطول 12 كيلو متر ونحن موجودين قبل دقائق من الانطلاق ورح نستضيف اكيد الاستاذ خالد كوكاش وهو عضو اتحاد راكبي الدراجات. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحكم. انا خالد كوكاش عضو الاتحاد السوري للدراجات، رئيس لجنه رياضه الدراجات للجميع بسوريا. انا بشرفني اني اكون موجود هلا بالمبادره على ارض الواقع لننقل رساله كثير مهمه لكل الناس، هو موضوع السلام المروريه وثقافه ركوب الدراجات. اللي احنا بنفقد كثير 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 لثقافه ركوب الدراجه بهالمجتمع وخاصه راكبي السيارات، يعني ما في شخص بيركب دراجه الا عنده المام بسيط بثقافه ركوب الدراجه وشوي شوي بتتطور، لكن اللي عم يركبوا السيارات مع كل اسف الجزء الاكبر منهم ما عندهم ثقافه ركوب الدراجه وعم نعاني كثير من هالقصه هي بالحوادث اللي عم نتعرض لها، الصبايا عم يتعرضوا لمضايقات بالالسن، حتى من الاشخاص الثانيين بالسيارات بتلاقي كسر عليها بزط على الارض سماعه كلام وهذا الحكي كثير بيأثر، فموضوع السلام المروريه كثير 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 مهم، طبعا انا بدعو كل الناس تنتبه لهي القصه وتساعدنا بنشر ثقافه ركوب الدراجه، والشيء الثاني الأهم نحن كدراجين أو كسائقين دراجات كمان لازم نتقيد ببعض التعليمات، نتقيد بأنظمة السير، يكون في لنا مسارات خصوصي على الشوارع للدراجات، هذا حق لنا، وبضيف عليه ما أنه يكون في مواقف للدراجات بكل المواقع العامة، والأهم من هذا كلياته نتبع التعليمات اللي عم نحكي عليها وواقية الرأس. يعني أنا ما بقبل أي شخص يركب دراجة إلا يكون حاطط واقية الرأس، هذا الحكي لساته شوي ضعيف بالنسبة لنا، ما الكل عم يتقبله، أما الغاية هو نشر ثقافة ركوب الدراجة والتوعية المرورية لكل الأشخاص اللي عم بيسوقوا إذا كان سيارة ولا دراجة. يعني مثل ما شايفين من مختلف الأعمار مشاركين اليوم بهذا الماراثون، برأيك قديش اليوم بدمشق يكون موجودة هي الثقافة، ثقافة ركوب الدراجة؟ هلا مثل ما قلت لك فعلا نحن بنفقد لجزء كبير من ثقافة ركوب الدراجة، ونحن من خلال الفعاليات الاجتماعية أو الرياضية اللي عم نقوم فيها عم نحاول ننشرها، ونحن كاتحاد سوري للدراجات شعارنا ثقافة ركوب الدراجة عم نحاول نسعى له إن شاء الله. دمشق فعلا نحن بنفقد هالقصة هي وباقي المحافظات، بس دمشق هي متقدمة على بقية المحافظات هي وحلب بهالخصوص هذا. شكرا كثير لك. يعني سلمى، كاميرا الاخباريه السوريه عم ترصد المشاركه من مختلف الاعمار، شباب وصبايا سوريين اليوم جايين ليوصلوا رساله، يمكن هي رساله حضاريه بتلبي حاجه مجتمعيه اليوم، بتخفف من عجقه السير اللي ممكن تصير. وكمان اكيد رح نستضيف وسيم بندقجي وهو رئيس مبادره يلا على البسكليت. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير فيكم كل المستمعين. يعني دائما وسيمة يلا على البسكليت متعودين عليها انه دائما في فعاليات بتشجع على ركوب البسكليت، خلينا نحكي عن جديد بهي الفعالية لهذا العام. تمام، هذا الجديد الفعالية لهذا العام اللي احنا اليوم محتاجين انه نطالب بمسارات خاصة بالبسكليتات، اللي احنا بحاجة لقوانين واضحة اكثر للبسكليت مثلنا مثل دول اي حدا ثاني، اللي احنا محتاجين لحتى يكون في عنا مواقف خاصة بالبسكليت بالحدائق العامة كرمال يعني كرمال يكونوا شوي متحكمين بقصة البسكليتات اكثر ببلدنا. وخلينا نحكي اليوم كيف قدرتوا تجمعوا الشباب والصبايا ليكونوا متواجدين بالايفنت معكم اليوم؟ تمام، اليوم احنا اليوم عم نشتغل على السوشيال ميديا على صفحتنا يلا على البسكليت، عم نشتغل مع جهات هي بتدعمنا مثل اتحاد سوري للدراجات، اللي احنا دائما يعني بالضبط اخذ اخر راي معي الصبيه اللي مشاركه. مرحبا، صباح الخير. اهلا وسهلا. اليوم صبيه مشاركين بركوب مسيله ركوب الدراجات، اليوم شو الرساله اللي حابه توصليها؟ نحن رسالة اللي حابين نوصلها انه هي الدراجات صارت ثقافة، صار من حقنا نحن نركب الدراجات، نروح على شغلنا، نروح على جامعتنا، بدنا سلامة مرورية شوي أكثر لإلنا، خاصة تحديدا نحن الصبايا، شوي قوانين لاحترام راكبي الدراجات، وإنه هي خلص صارت شيء موجود، خاصة بغلاء البنزين وبموضوع المواصلات العامة، نحن عم نطالب شوي إنه يكون في عنا ثقافة أكثر بهذا الموضوع.
سلمى، هي كانت لحظات الانطلاق للمسيرة اللي راح يكون للدراجات الهوائية. مثل ما شفنا الشباب والصبايا بدهم ينطلقوا، هي كانت الأجواء. رح نرجع لعندك سلمى ورح نترككم أكيد مع الصورة للحظة الانطلاق.